ازيكم؟ النهارده هعمل لكم حاجه بحبها جدا، الشكشوكه، بس هعملها بالطريقه التونسيه. الطريقه التونسيه بتاخد لحمه مفرومه وطماطم وخضار كتير جدا وبتبقى طعمها تحفه. انا متحمسه جدا اوريكم الوصفه دي، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب الطاسه بتاعتنا، احنا محتاجين طاسه واحده، هنحط عليها شويه زيت ونسيبها تسخن حاجه بسيطه. نقدر نحط البصل، ونقلب عشان يدبل. انا النهارده مستخدمه الخضار اللي متوفر في اي حته، هو الفلفل الالوان، اي واحد عاجبني. على البصل والخضار بتاعي اللي عمال بيتشوح هحط بقى الثوم. انا دايما بحب احط الثوم في الاخر عشان الثوم يعني بيستوي بسرعه جدا، وممكن لو استوى زياده بيمرر، واحنا عارفين ده كويس. عشان الثوم بتاعنا كان مفروم، هو بجد مش محتاج اي وقت على النار. اوكي، عليه على طول بقى هحط الطماطم. اول ما اشم ريحه الثوم اعرف كده ان هو تمام، مش محتاج اي وقت تاني. لو انا بقطع الثوم صغير ممكن اديله وقت اكتر، فدايما بخلي مناخيري مع الطاسه. ماشي، هحط بقى الطماطم بتاعتي. الخضار والطماطم ابتدوا يدبلوا حلوة قوي، هحط عليهم سنه زيت كمان عشان مش عايزه اي حاجه تلزق، وعايزاها برضو تبقى طعمها متعصر كده وحلو. نبتدي بقى نتبل. اول فلفل، وبعدين ملح، حبه كمون مش كتير عشان ما تمررش، بس الكمون بيدي طعم حلو جدا، وسنه شطه. انا مش هكتر من الشطه البودره، لان انا في الاخر على الوش هحط شطه سوداني. نقلب بقى كويس. جه بقى التركه، لحمه مفرومه. اي لحمه مفرومه عندي، حابين تعملوا لحمه مفرومه بقري او لحمه مفرومه بتاعه السجق، براحتكم تماما. حطها على الخليط ونشوحها لغايه اما تستوي. دلوقتي الخليط بتاع الخضار مع اللحمه المفرومه والبصل والحاجات الحلوه، التوابل اللي احنا استخدمناها بقى تحفه. انا محتاجه بس الطماطم تلون اكتر، فهحط عليها معلقه كبيره من الصلصه. اللي مش بيحب الصلصه مش مشكله خالص، بس انا بفضل احطها عشان لون والطعم بيبقى بجد بيفرق. وعليهم شويه ميه، ونقلب كويس قوي. دلوقتي الخليط بتاعي وهو القاعده بتاعت الشكشوكه جاهزه، مش محتاجه غير المكون الرئيسي بتاعنا وهو البيض. دلوقتي هعمل شويه فراغات عشان كل بيضه تنزل مع نفسها، تبقى في وسط الخليط دوت، بس تبقى مش متقلبه. طبعا محتاجة تبل البيض كويس قوي، ملح وفلفل وشوية شطة سوداني. دلوقتي الشكشوكة بتاعتنا مش محتاجة غير كام دقيقة على النار عشان تستوي كويس قوي، بس نغطي الطاسة بتاعتنا. تعالوا نشوف الشكشوكة التونسية بتاعتنا أخبارها إيه. وبكده الشكشوكة التونسية بتاعتي تكون جاهزة للأكل على طول. أحلى حاجة الشكشوكة دي وهي سخنة. دلوقتي مش محتاجة غير شوية عيش محمص وألف هنا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.